النار. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فعن زيد قال: قلت للحسن البصري: ما دعاء الوالدين للولد؟ قال: نجاة. قلت: فعليه؟ قال: استئصاله، يعني الهلاك. إن حق الوالدين على الولد عظيم وشأنهما كبير، فلا يدعوهما باسمهما بل يناديهما بما يحبان من أسماء، ولا يجلس قبلهما ولا يمشي أمامهما، بل يقابلهما بوجه البيت، يقبل الرأس واليد، إذا نصحا بالمعروف فليقبل وليجب دعوتهما إذا دعاه إلى أمر من أمور الحياة، دون وجل أو كرامة ودون ملل أو زعم، بل يحمد الله عز وجل إذ خصاه بدعائه عن إخوانه وبندائه عن إخوانه وبخدمته لهم عن إخوانه. وهذا من فضل الله عز وجل على الولد والبنت حينما استطاع إلى ذلك سبيلا، فأنت